مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، والتي نناقش فيها مستقبل محافظة إدلب والموقف التركي مما يحاك للمحافظة إقليميا ودوليا. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود عثمان. أهلا بكم أستاذ محمود معنا في هذه الحلقة. بداية، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أكد أن فكرة القيام بعملية عسكرية ضد ما أسماه بالإرهاب في سوريا موجودة على أجندة الحكومة التركية. هذا التصريح لرئيس الوزراء التركي جاء بعد زيارة رئيس الأركان الإيراني إلى تركيا، وحديث الصحافة الإيرانية عن تقديمه مقترحا للأتراك حول عملية مشتركة بين تركيا وإيران ضد ما أسموه بالإرهاب في محافظة إدلب. هذا الأمر ما زال مثار أخذ ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام عامة. هل تتحدث تركيا عن شيء وإيران عن شيء آخر؟ هل تتحدث تركيا عن ربما يعني اتفاق بينها وبين إيران يخص الميليشيات الكردية الانفصالية التي بالنهاية تشكل طموحاتها الانفصالية أيضا خطورة على إيران، أم نتحدث عن اتفاق فعلا فيما يخص محافظة إدلب؟ أطيب التحية لكم وللمشاهدين الكرام. أولا، أعتقد أن الحاجة واستشعار المخاطر هي التي دفعت كلا من تركيا وإيران لبعضهما البعض إلى جانب إنجاز التعبير الخلاف الخليجي، أيضا حرك بعض المياه الراكدة، وأيضا دفع بعض القوى إلى بعضها البعض. بالنتيجة كلا من تركيا وإيران وعلى الأخص تركيا تحركاتها تأتي في إطار تأمين أمنها الاستراتيجي. بالفعل الأمن الاستراتيجي لتركيا محل تهديد وفي خطر. هناك أخطار فعلية وتهديدات فعلية رأينا نتائجها وآثارها على شكل هجومات إرهابية، من سواء تلك الهجمات كانت من طرف التنظيمات والميليشيات الانفصالية الكردية، وأيضا من طرف التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، تنظيم داعش تحديدا. تركيا وكل هذه المخاطر جاءتها عن طريق الجارة الجنوبية سوريا. لا شك أن زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تعتبر زيارة تاريخية وهامة. أولاً من حيث مستوى التمثيل فهي الأولى من نوعها منذ 28 عاماً لزيارة رئيس أركان إيراني إلى تركيا، وأيضاً من حيث العدد الكبير للوفد، وأيضا ما احتواه الوفد من هيئات استخبارية وعسكرية أضفت أهمية خاصة، وأيضا الاستقبال الحافل الذي حظيت به هذه الزيارة. فقد استقبل الرئيس أردوغان رئيس الأركان الإيراني وكذلك رئيس الوزراء إلى جانب لقاءات فنية مع كل من دوائر العسكر والاستخبارات التركية. أستاذ محمود، تحدثت عن المخاطر التي تهدد الأمن الاستراتيجي والقومي التركي، لكن إذا صح هذا التنسيق، إذا كان هذا التنسيق صحيحا فعلا بين تركيا وإيران فيما يخص عمليات عسكرية مشتركة ضد من قد تصفهم بالإرهاب في محافظة إدلب على وجه التحديد، ألا تشكل الميليشيات التي تتبع نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي تدعم من قبل إيران أيضا تهديدا استراتيجيا لتركيا؟ بالتأكيد هذا وارد. اسمح لي أن أشير إلى أنه
مهما بلغ التعاون بين تركيا وإيران إلا أن جسور الثقة، بناء جسور الثقة بين البلدين تحتاج إلى زمان طويل، وتحتاج إلى إجراءات كثيرة من الطرفين لكسب كل منهما الآخر. إيران دعمت ودعما لا يستهان به حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يحارب الدولة التركية منذ 30 عاما. لا شك ربما هذه المرة يستشعر بها الطرفان تهديدا مباشرا من كلا الطرفين، وهناك فرصا أخرى أيضا للتعاون بين الطرفين دفع كل منهما نحو الآخر. بخصوص إدلب وسؤالكم الذي تفضلتم به حول إدلب تحديدا، الطرف التركي، تركيا كانت تلاحظ وتتابع أيضا التطورات وما حدث في إدلب من تجميع للمقاتلين، مقاتلي المعارضة بشتى انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية والعقائدية. في النتيجة وصلنا إلى حصيلة بوجود أكثر من 2 مليون ساكن في محافظة إدلب، وأيضا تواجد كثير من المقاتلين الذين حوصروا في ريف دمشق وريف حمص وغيرها من المناطق التي تم حصارها وتجويع أهلها إلى حين الاستسلام الاضطراري، وتم ترحيلهم إلى إدلب. الكل يعلم أن خلاصة هذه الاستراتيجية التي اتبعها النظام ومعه إيران أيضا كانت بهدف تجميع كل هؤلاء المقاتلين وهؤلاء السكان في مكان واحد، ثم شيطنت هذا المكان وتصويره على أنه بؤرة للإرهاب، ثم ارتكاب المجازر والفظائع بحق هؤلاء بحجة الحرب على الإرهاب. نعم. تركيا تستشعر هذا الخطر الداهم، وحاولت أن تقنع الأمريكان بأن تخوض عملية مشتركة للتخلص من تنظيم القاعدة تحديدا، لكن الأمريكان لم يقبلوا ورفضوا الاقتراح التركي بحجة أنهم مشغولون في الحرب على داعش في الرقة والشرق السوري، وبالتالي بات هذا الأمر مكشوفا. هناك سعي حميم من قبل إيران لدفع روسيا والتحالف مع روسيا لدخول إدلب وتحت حجة ومسمى الحرب على الإرهاب، ولنا أن نتصور حجم المآسي الإنسانية وحجم الفظائع والمذابح التي سوف ترتكب في حال تم هذا الاتفاق. ونال على رضا أمريكي بأن تكون معركة إدلب بقيادة روسيا وإيران تحديدا. وبالتالي تركيا تحاول إقناع الروس بأن تكون في حال فتحت جبهة إدلب، وتركيا لا تريد أن تفتح جبهة إدلب تحديدا، تركيا تريد أن تحيد الخطر الداهم من طرف عفرين ومن طرف الميليشيات الانفصالية الكردية التي لا تفتأ تتحرش بالقوات التركية ومنطقة الفرات. المحصلة والرؤية التركية لعملية إدلب، إذا تركيا لا تريد أن تدخل في حرب في إدلب ضد أي مكون كان، تركيا لا تفضل أن تدخل هذه العملية العسكرية مع إيران بمفردها. إذا امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الدخول في هذه العملية، تم إشعال الضوء الأخضر لكل من إيران وروسيا، فإن تركيا قد تدخل هذه العملية مضطرة
للتقليل من حجم الكارثة الإنسانية التي ممكن أن تنتج عن التدخل نعم. الروسي. هناك أستاذ محمود فعلا أكثر من سيناريو يعني مرسوم لمستقبل هذه المحافظة، محافظة إدلب. كان هناك حديث عن سيناريو حول تقدم نظام الأسد باتجاه إدلب بدعم روسي من ثلاثة محاور، أحدها باتجاه جسر الشغور، والثاني من محور ريف حلب الجنوبي، والثالث هو من منطقة عفرين باتجاه أطمة بمؤازرة ميليشيات وحدات الحماية الكردية. إذن هل ستكون مشاركة تركيا في مثل هذه العملية محاولة لسحب البساط من تحت قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة له، وكذلك أيضا ميليشيات وحدات الحماية الكردية الانفصالية التي تود الاستفراد بمدنيي إدلب وعقابهم، وكذلك تود ربما تهديد المزيد، يعني المزيد من تهديد الأمن القومي التركي عبر الحدود التي تجمع تركيا بإدلب؟ يعني بالتأكيد، وهذا ما يشير ويؤكد عليه الرئيس أردوغان وبقية المسؤولين الأتراك، تركيا لا يمكن أن تسمح بأي شكل من الأشكال بتوسع وحدات الحماية الكردية أو البي واي دي أو أي من مشتقات حزب العمال الكردستاني السوري، وبالتالي هذا خط أحمر. حتى لو تدخل معهم الأمريكان فإن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي. لا شك أننا نعلم بأن هناك توجها يعني أمريكيا عاما بتمكين الميليشيات الانفصالية الكردية بإنشاء كانتونات في شمال سوريا، وفي المحصلة يريد الأمريكان أن يؤمنوا خطا للبترول يمر من شمال سوريا، تسيطر عليه هذه بشكل رئيسي هذه الكانتونات وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وفي النتيجة في حال تم لهذه الكانتونات أن تقف على رجليها ويكون بإمكانها الاتفاق مع قوات النظام في الساحل، وبالتالي يعني هذا أحد السيناريوهات المطروحة. النظام وقوات النظام لا تملك القدرة العسكرية ولا الدعم اللوجستي مهما دعم الروس، ومهما بدون تدخل إيراني مباشر، يعني إذا تدخل الإيرانيون وكان هناك عملية روسية، عملية عسكرية مشتركة بين الروس والإيرانيين وقوات النظام، بالإضافة إلى الميليشيات الانفصالية الكردية، يمكن أن تقوم عملية. لكن أعتقد أن كل من روسيا وإيران ليست بوارد إغضاب تركيا، لأن روسيا وإيران أيضا بحاجة تركيا، ولا يستطيعان ولا يودان الدخول في معركة إدلب بدون تركيا. عدا موضوع إغضاب تركيا، الروس والأمريكيين وحتى الإيرانيين وقوات الأسد والميليشيات المتحالفة هي أساسا مشغولة بمعارك الرقة ودير الزور والبادية ضد تنظيم الدولة. في هذه الحالة هل يمكن فهم هذا التحالف الذي تحاول تركيا يعني إقامته مع إيران؟ يمكن أن يكون يعني بحث تركيا عن صمت هذه الجهات إزاء عملية عسكرية منفردة لها في محافظة إدلب بدعم الفصائل السورية المصنفة بالاعتدال؟ لا أعتقد أن إيران توافق على عملية عسكرية تركية منفردة مهما كانت المبررات والدواعي. علينا أن نتذكر بأن الحالة بين تركيا وإيران على الساحة السورية هي حالة تنافس، وتنافس عسكري، وتنافس على مناطق النفوذ. تركيا لا تريد أن ترى إيران مجاورة لها ولو على صعيد النفوذ في سوريا. إيران دولة لا يثق بها، إيران متلونة، تستطيع وتستخدم ميليشيات وجنود مرتزقة، وفي أي لحظة ممكن أن تهدد وتنقلب إلى تهديد مباشر للأمن
الوطني الاستراتيجي التركي. وبالتالي صحيح أن العدو الأول في لتركيا هو حزب البيكاكا، حزب العمال الكردستاني والميليشيات الانفصالية الكردية، هذا صحيح، لكن إيران ليست صديقا ودودا لتركيا. ممكن أن يكون مجاورا للحدود التركية. طيب أنا كما تفضلتم، كل جميع الأطراف الآن مشغولة ومستهلكة ومنهكة أيضا، كل له يعني معاركه الميدانية. نعم. التي تستنزف جميع قواه. الإيرانيون مستهلكون في مناطق القلمون والجنوب السوري، والأمريكان أيضا مستهلكون في معارك الرقة ودير الزور، والنظام أيضا لديه يعني أهمية. أعتقد دير الزور تحديدا بالنسبة للنظام تحمل، وحتى بالنسبة للإيرانيين أيضا تحمل أهمية أكبر من إدلب حاليا. نعم. إذا لم يتم حسم المعارك في الشرق السوري سواء في الرقة أو في دير الزور، لا أعتقد أن الطرف الإيراني وأيضا نعم. طرف النظام قادرا على شن عملية عسكرية. نعم. اسمح لي أستاذ محمود أن أذهب إلى فاصل قصير، نتابع بعده بقية محاور هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ محمود عثمان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم من جديد أستاذ محمود. تسريبات إعلامية تحدثت عن مسؤولين أتراك أو عن جهات رسمية تركية تجري اتصالات مع المعارضة السورية في محافظة إدلب، وعن تنظيمات وجهات فاعلة في محافظة إدلب من أجل التوصل إلى حل ينفي أسباب القيام بأي عملية عسكرية دولية على محافظة إدلب وتجنيبها كارثة إنسانية جراء ذلك. بحسب بعض الصحف التركية، فإن المقترح التركي يتمثل في ثلاث نقاط أساسية، وهي تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة، ومع تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، ونقل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، والشرط الثالث هو حل هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة. وفق المؤشرات، هل يمكن تحقيق هذه الأسباب التي يعتقد الأتراك بأنها قد بأن تحقيقها قد يمنع الكارثة عن إدلب أو يمنع مصير مشابه لمصير الموصل؟ يعني لدينا التجربة المرة في حلب. في حلب يعني أكبر التقديرات كانت تشير إلى وجود ما يقارب 1000، البعض كان يقول 500 أو يزيد، البعض قال 1000 عنصر من عناصر القاعدة تحت مسميات النصرة أو هيئة تحرير الشام وما إلى ذلك، كانوا موجودين في حلب، وطلب منهم وتوسل إليهم الأتراك، يعني ضباط المخابرات التركية توسلوا توسلا إلى أولئك أن يخرجوا من حلب لكي يجنبوها كارثة إنسانية، ولكن للأسف الشديد رفض أولئك الخروج، ورفض الآخرون للأسف فصائل الجيش الحر، يعني كانوا ملوكا أكثر من الملك، تضامنوا وتحت حجة عدم التخلي عن رفاق الخندق، وحرقت حلب ودمرت حلب بهذه الحجج الصبيانية. الآن السيناريو قريب من هذا السيناريو يتكرر في إدلب. يعني الشرطان الأساسيان اللذان تفضلت بهما سهل تحقيقهما، لكن الشرط الآخر، هل يرضى السيد الجولاني وهو في أوج قوته بعد أن استحوذ على الفصائل الصغيرة والمتوسطة وعسكريا سيطر إلى بشكل كبير على منطقة إدلب، هل يقبل بأن يحل نفسه؟ الحقيقة السؤال برسمه ورسم هذه القوات التي أتت بداعي نصرة الشعب السوري، وإذ بها تتحول إلى سبب رئيسي
لإفناء هذا الشعب، لقتل هذا الشعب، لسفك دماء هذا الشعب، ويريدون أن يطبقوا أجندات يعجز عن حملها الشعب السوري وتعجز عن حملها المنطقة. يتسببون في محارق ومآسي إنسانية تحت مسميات الجهاد وتحت مسميات إقامة، يعني مسميات براقة يخدعون بها العامة. لا يمكن الضحك على الذكور، ولا يمكن خداع المجتمع الدولي، خصوصا وأننا نعلم بأن الشمال السوري يعج بمخبري جميع أجهزة مخابرات العالم. هذه الخطوات التي تفضلت بها يجب أن تكون حقيقية وأن تنفذ بشكل حقيقي. والشعب السوري في إدلب تحديدا يخرج كل يوم جمعة مظاهرات يطالب هؤلاء بالخروج، يطالب جبهة تحرير الشام أو يعني بشتى المسميات، يطالب هؤلاء بالخروج لتجنيب إدلب وتجنيب المدنيين مذبحة كبيرة، مآسي إنسانية تدق الأبواب. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد استجابة، لا يوجد خوف حقيقي على أرواح هؤلاء المدنيين، وبالتالي نحن على أبواب كارثة إنسانية نعم متى تدق طبولها؟ لا، هذا ما لا نعم يعلمه أحد حتى صحيفة يأس. العربي الجديد أستاذ محمود نقلت عن مصدر في حركة أحرار الشام الإسلامية، نقلت عنه قوله إن الموقف التركي حاليا هو أشد غموضا من قبل، طبعا نتحدث فيما يتعلق بمحافظة إدلب، وأن الحركة لا تعلم حتى الآن حقيقة الموقف التركي تجاه المنطقة خلال الفترة المقبلة. السؤال هو هل هذا الغموض في الموقف التركي نتيجة ارتباك ربما وتخبط في تقويم مستقبل هذه المنطقة بالنسبة للأتراك، أم أنه يشير إلى ربما تخطيط محكم من الأتراك لكن لا يريد الأتراك الكشف عن تفاصيله حالياً؟ يعني اسمح لي أن أتكلم بشيء من الحدة وشيء من الحسرة. الغموض والتخبط وسائر هذه المعاني، لا أريد أن أذهب أكثر من ذلك، في عقول هؤلاء حركة أحرار الشام تحديدا. حركة أحرار الشام كانت تحظى باحترام الأتراك واحترام الدول الشقيقة والدول الصديقة، وليس الاحترام فقط بل الدعم، جميع أنواع الدعم، وحتى المؤسسات، مؤسسات المعارضة الوطنية كانت تدافع عنها على أساس أنها مشروع وطني سوري. حركة أحرار الشام حازت من الدعم ما لم يحزه فصيل سوري آخر، لكنهم للأسف بددوا الفرص تلو الفرص قبيل، يعني قبيل الانقضاض عليهم بأسبوع، منوا على السوريين بأنهم رفعوا علم الثورة السورية. هم كانوا يعني خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، خطوة يقولون ويبشرون السوريين بأنهم يتماهون مع المشروع الوطني السوري، مع مبادئ الثورة السورية، وخطوتين إلى الوراء يتراجعون فيها نحو يعني المجال المغناطيسي لأيديولوجيتهم. هم الذين قضوا على أنفسهم، هم الذين لم يتمسكوا بالمشروع الوطني السوري، هم كانوا بين، لا هم اختاروا المشروع الجهادي العابر للحدود، ولا هم اختاروا المشروع الوطني السوري، وبالتالي لم يجدوا ظهيرا وداعما وقت الشدة، ولذلك سهل على حركة هيئة تحرير الشام، عفوا، نعم نصر بين قوسين، الانقضاض عليهم. يعني هناك كان خصوصا بعد، يعني حركة أحرار الشام ليست تنظيما متماسكا، هو ائتلاف لعدة تنظيمات، جزء من هذه التنظيمات كان قريبا جدا من فكر القاعدة ومن سلوكيات القاعدة. حركة أحرار الشام كان بإمكانها أن تلعب دورا وطنيا تاريخيا نعم. في المرحلة، وخصوصا الآن، وكان بإمكانها أن تكون الضامن
لسلامة أهل إدلب وأن تتماهى مع المشروع الوطني السوري. وكان بإمكان مؤسسات المعارضة أن يدافعوا عنها وأن تكون هي البديل الوطني لبقية الإيديولوجيات المتطرفة، لكن للأسف أضاعت هذه الفرصة وأضاعت على السوريين أشياء كثيرة. يعني ما معنى أن تمن على السوريين بأنك ترفع علم الثورة بعد هذه السنوات؟ يعني هذا هي التوبة عند النزع الأخير أو عند الرمق الأخير، لكن لم تنفع لهم. لا هم يعني كسبوا ثقة السوريين، لا هم تماهوا مع المشروع الوطني السوري، ولا هم تمسكوا بأيديولوجيتهم المتطرفة. نعم، حتى لا نستغرق كثيرا في الحديث عن حركة أحرار الشام، إذن الموقف التركي برأيك ليس غامضا، ما ملخص هذا الموقف الآن فيما يتعلق بالموقف من محافظة إدلب ومستقبل المحافظة باختصار أستاذ محمود؟ الموقف، الرؤية التركية واضحة جدا. الرؤية التركية تعتمد بالدرجة الأولى على تأمين حديقتها الخلفية، على الحفاظ على أمنها الاستراتيجي. تركيا مهددة بالتقسيم، تركيا تخوض حرب كلفتها تريليونات الدولارات ضد المشاريع الانفصالية. هذا الفراغ الأمني الذي نشأ في سوريا زاد من تعقيدات المشكلة التركية، زاد من تعقيدات تأمين هذا الأمن الوطني الاستراتيجي التركي. الهاجس الأول لتركيا هي الميليشيات الانفصالية الكردية، هذا الهاجس الأول. الهاجس الثاني، كلما طال أمد الحرب في سوريا كلما كبرت الفاتورة وانعكست آثارها السلبية على تركيا. تركيا تريد أن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في سوريا، لأن أي حركة نزوح سوف تكون باتجاهها. أي شيء سلبي ينعكس على المدنيين في سوريا ينعكس بالدرجة الأولى على تركيا. تركيا تجد نفسها وحيدة الآن في حمل هذا العبء الضخم، سواء الإنساني أو حتى الاقتصادي بكل جوانبه. الدول الخليج كانت تمد يد الدعم لتركيا، لكن بعد الخلافات الخليجية أيضا بقيت تركيا لوحدها في الميدان. فهي من ناحية تحاول تأمين أمنها الاستراتيجي، ومن ناحية أخرى تحاول التخفيف من وطأة الحرب على السوريين خصوصا المدنيين منهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود عثمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع، هذه تحية من فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.